حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه سلامًا كثيرًا تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، تفلحوا فلاحًا عظيمًا وتفوزوا فوزًا كبيرًا. عباد الله، من أفضل آفات اللسان وأشدها فتكًا لحسنات الإنسان الغيبة في الآخرين. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. ومن مضمون تفسيرها أن الهمزة من يأكل لحوم الناس، واللمزة من يطعن بهم، كما روي عن غير واحد من السلف. قال أحد العلماء: الغيبة هي الصائقة المهلكة للطاعات. ولهذا قال ابن المبارك: لو كنت مغتاباً أحداً من الناس لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خيرا له من أن يأكل لحم رجل مسلم. إخوة الإسلام، إن أعراض المسلمين على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الواجب اللهم وارزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ خادم الحرمين اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بحفظك، وكلاهما برعايتك وعنايتك، ووفقهما لكل خير. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح الأحوال وسدد الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على النبي الكريم في هذا اليوم العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ.